بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني مرحبا بكم من جديد. في هذا الفيديو غادي نشرح العلاقة ما بين الجداول واللي هي ميني تو ميني. في الفيديوهات السابقة شرحنا العلاقة 1 تو 1 وشرحنا كذلك العلاقة 1 تو ميني. اللي ما شافش الفيديوهات السابقة غادي نترك الرابط ديالهم أسفل هذا الفيديو. اذا دابا نشوفوا هذه العلاقه ديال ميني تو ميني ما بين جوج ديال الجداول. انما كان باش نربطوا يعني جوج ديال الجداول بهاد العلاقه ميني تو ميني كننشئوا جدول ثالث. ضروري ميني تو ميني يتنشا جدول ثالث لان يعني الاي دي او يعني الصفوف ديال الجدول الاول كيتكرروا في الجدول الثالث، وكذلك الصفوف ديال الجدول الثاني كيتكرروا في الجدول الثالث. يعني كيكون التكرار بشكل مزدوج في الجدول الثالث. هنايا يعني نشأت جوج ديال الجداول وربطنا ما بيناتهم في الجدول الثالث. كما كتلاحظوا الجدول الاول هو اوردرز، ونشأ الجدول الثاني هو برودكتس، وربطنا ما بيناتهم العلاقة ميني تو ميني في الجدول الثالث اللي هو اوردر ديتايلز. يعني هاد الجدول ديال اوردرز يعني اي اوردر هنايا راه كيتكرر هنايا، وهنايا البرودكتس يعني اي برودكت هنا راه كيتكرر هنايا. فنبداو بالتفصيل. هنايا الاوردر رقم واحد، اوردر رقم واحد يعني قام به الكاستمر رقم 6 اللي هو هنايا الجدول رقم جدول كاستمرز. وضعت كذلك هنايا الجدول امبلويز. فهنايا الكاست اي دي يعني رقم 6 اللي هو رضا صالح. الامبلوي اي دي يعني الموظف اللي نفذ هذا الطلب رقم 25، employee ID رقم 25 اللي هو رقم 25 اللي هو أحمد سعد، هو اللي نفذ هذا الطلب. هذا الطلب هذا كان نهار 15/7/2016 مع 9/21. هاد الطلب هذا يعني المجموع ديالو هنايا غادي نكتبو total amount. هنا المجموع ديالو 27 دولار. هنايا عملنا الكارنسي بالدولار. هاد الاوردر رقم واحد ها هو دي طينا هنا. انا يعني حاولت نقوم بهاد التلوين باش نسهل عليكم الفكره. هاد اللون هذا يعني الاوردر رقم واحد، ها هو هنايا في الجدول اوردر ديتايلز تكرر ثلاثة ديال المرات عن طريق الاي دي اللي هو هذا رقم واحد. ها هو اوردر اي دي رقم واحد، ايضا رقم واحد، ايضا رقم واحد. هنايا التفاصيل ديالو هاد الاوردر رقم واحد، البرودوي فيه البرودوي رقم جوج اللي هو هو رقم جوج، برودو رقم جوج هذا اللي هو تي شورت. الثمن ديالو كما كتشوفوا 8 دولار. قلنا هاد البرودو رقم جوج خدا منه هاد الزبون هذا رقم 6 اللي هو رضا صالح. هاد الاي دي هذا خدا منه هاد البرودو هذا رقم جوج اللي هو التي شورت، خدا منه ثلاثة ديال التيشورتات. ثلاثة إلى جينا هنا شوفوا التيشورت الثمن ديالو 8، ثلاثة يعني لا عفوا ماشي التيشورت هي البرودكت اي دي هو التيشورت الثمن ديالو 8 دولار. هنايا خدم منه ثلاثة يعني شحال خص يكون هنايا 24 دولار. هنايا 24 دولار. ايضا هاد الاوردر اللي هو رقم واحد
فيه أيضا البرودوي رقم 3. البرودوي رقم 3 واحد جيل الثمن ديالو 7 دولار، يعني خدا منو هاد الجيل هذا، خدا منو هاد الصابون هذا، خدا منو جوج، جوج في 7 هي 14، هي 14. أيضا هاد الأوردر هذا فيه البرودوي رقم 6 اللي هو هاد الفيلم هذا، الثمن ديالو 7 دولار، خدا منو واحد، يعني 7. يعني هذا كما كتلاحظوا هذا الاوردر رقم واحد، اوردر رقم واحد هو تكرر هنايا 3 ديال المرات. هنايا دي طينا لي زاي لي برودوي، كاين البرودوي جوج، برودوي 3، برودوي 6. هاد لي برودوي هذا غادي يتكرروا ايضا في طلبات اخرى، في طلبات اخرى، يعني غادي يجي غادي يشريوهم ناس اخرين وغادي يطيهم تاني في هذا الجدول، ديما غيتكرر. يعني اي اوردر غيتكرر العديد من المرات، واي برودوي غيتكرر العديد من المرات. هذه هي ميني تو ميني. نجيو لهنا لهذا الاوردر رقم واحد، يعني المجموع ديالو، هذا المجموع ديالو راح غادي يكون هو اللي خصو يكون هنا، يعني 24 زائد 14 هي 38 زائد 7 هي 45. دونك هنا راح تكون 45 دولار. يعني هاد الاوردر هذا المجموع ديالو 45 دولار، ولكن الا بينا نطلعو التفاصيل ديالو غادي نطلبوهم من هاد الجدول هذا، اوردر ديتايلز. هنا غنطلبو التفاصيل ديالو ملي غادي نعملو الاس كيو ال ستيتمنت، يعني الكويري باش نطلبوا التفاصيل تاع هذا الاوردر هذا، غادي نطلبوهم من هذا الجدول هذا. غادي نجيبوا ايضا البرودوي لونون ديالو من هذا الجدول، نجيبوا ايضا يعني هنا يعني خص ايضا هنايا الامبلوي ايضا نجيبوا الاسم ديالو من هذا الجدول، والاي دي غادي نجيبوا الكاستمر اي دي غادي نجيبوا ثاني الاسم ديالو من هذا الجدول. يعني غادي يكون كويري غادي نجيبو منو تفاصيل تاع هاد الاوردر كامل. الاوردر رقم زوج، اوردر رقم زوج ايضا هنايا قمنا بالتفاصيل ديالو، هو درت له نفس اللون، هاد اللون هذا هو هو اللي هنا. هاد الاوردر رقم زوج تكرر عندنا هنايا جوج ديال المرات، يعني فيه جوج ديال لي برودوي بهاد المعنى. هاد الاوردر رقم جوج شراو فيه جوج ديال لي برودوي، ها هما برودوي رقم 5 وبرودوي رقم 4. هاد برودوي رقم 5 شنو هو؟ بوك، يعني كتاب، قبل ما ندخلو في الاسماء هنايا او اشهر. برودوي رقم جوج قلنا، برودوي الاوردر رقم جوج قلنا شرا البرودوي رقم 5 اللي هو كتاب، والبرودوي رقم 4 اللي هو فون تليفون. هاد الكتاب هذا شرا منه هاد الزبون جوج ديال لي زونيتي، يعني جوج الكتوبة. وهاد التليفون شرا تليفون واحد، يعني الثمن ديال هاد الكتاب الثمن ديالو 5 دولار، خدا جوج يعني 10 دولار. هاد التليفون هذا اللي هو الفون يعني الثمن تاعو 57 دولار، خدا منو واحد يعني 57 دولار. 57 زائد 10 هي 67. دونك التوتال اماونت ديال هاد الاوردر رقم جوج غادي يكون 67 دولار. هاد الاوردر رقم جوج هو هذا، التوتال اماونت ديالو غادي يكون 67 دولار. واضح اخواني؟ مفهوم؟ يعني بخلاصة، يعني هاد الجدول اوردر ديتايلز هو الجدول الثالث اللي كان نشأ فيه العلاقة ميني تو ميني. ما معنى ميني تو ميني؟ ان هاد الجدول هذا كيتكرر فيه لي زايدي ديال الجدول الاول، وكيتكرر فيه ايضا لي زايدي ديال الجدول الثاني. يعني
يعني اي حاجة في الجدول الاول كتكرر في الجدول رقم 3، واي حاجة في الجدول الثاني كتكرر في الجدول 3. يعني كيوقع التكرار بشكل كتير ومزدوج، يعني بشكل عديد. هذه هي العلاقة ميني تو ميني. شوفوا ايضا الاوردر رقم 3، هو تكرر هنا جوج ديال المرات. ايضا لي برودوي ها هما تاني، هنايا عندنا 6 و4 اللي ديجا تذكروا هنايا، ها هو 6 برودوي رقم 4. يعني هاد الاوردر رقم 3 فيه هاد لي برودوي ها هما تذكروا، ها شحال الكونتيتي ديال المتشرى، توتال ديال يعني الاماونت ديال كل واحد، كل مجموع تاع لي برودوي، والتوتال ديالهم كيدار هنايا في الاوردر. كذلك الاوردر رقم 4، ايضا الاوردر رقم 5، وهكذا. كنتمنى اخواني تكون وصلت الفكره ديال العلاقه ميني تو ميني. هاد الفيشي اكسل غادي نوضعه تحت الفيديو، اللي بغى ياخذه يعني يعاود يراجع شويه باش يفهم ويستوعب الفكره مزيان. اللي ما شافش الفيديو ديال 1 تو 1 و 1 تو ميني، غنوضع ايضا الرابط اسفل هذا الفيديو. كنتمنى التوفيق للجميع، والى اللقاء اخواني في فيديو اخر ان شاء الله.